Episcopos Ava Daniel Nembeniotene Episcopos Ava حاضر حاضر سيد حاضر عشان عشان الشعب يقول معانا لازم اطلعه على رئيس لانه
سيدك نعظمك يا من نور حقك مجير عذراك أبونا اللي قلت اللي تشيس معه حاضر إن شاء الله يقعد ساعة ماشي بس كده هو اللي يكتب مش الشماس حاضر الشماس هو الكاهن ولا أخطيتي سيدنا أخطيت سيدنا حاضر الكاهن هو اللي حاضر نعظمك يا من نور الحقيقة المجدك يا العذراء القديسة خلص توصل المجد لك يا سيدنا وملك المسيح فخر الرسل الشهداء تأليل الصديقين سبات الكنائس بشر بالثالوث القدوس يا رب ارحم بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في جوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في يوم الثالث كما في الكتب صعد للسماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء الأموات الذي ليس يمكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المهم بصم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف معمودية واحدة مغفرة خطايا وحياة الدهر الآتي آمين يا حمل الله يا حمل خطية العالم اسمعنا وارحمنا آمين Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison قدوس رب السماء والسماء والضابط ليس محش حر وفصل الله سبحانه وتعالى الذي فعلناها بعرفة والتي فعلناها خفية والظاهرة
يا رب اغفر لنا من اجل اسمك القدس الذي دعاء العنان كرحمتك يا رب وليس خطايانا. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك لتكن مشيئتك اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطوهم جميعا الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وقدماتنا والذين قدموها. بشينا بابن مصاب في اسم رؤوت جيف نوتي فيوت بي بانتوكراتور آمين في اسم رؤوت جيف مونوغانيس انشيري إيسوس بخريستوس بن شويس فز مرأوت جيبيب نظم إسعواب امبارك لي إيطون آمين إسباتير آجيوس إسيوس آجيوس En imnem magion amin flogitos kyrios osios estos iones amin nes nostiros moepchois marois muero fengeni laos tiro jebef naita gruere egono otimes minte pchois shopsha ine امين اللهويا ثبت ريك ايوك اجيب نوماتي كنينك اي كستوس اونا صوني اونا امين Son, Ebebrosef Christos iti, Ismoherine pasi, Ebebnevmati, Marin shememoton totfem berifir besnan ivonet, Vnoti viotim ben shoes, o ben noti, o ben sotir,
Isus mie Christus, Jafris kibazin ugne farvaisinirun afarirun, Afshubtiniru faftiasuirun, Aftitu tenafintin shariyata, Ay, unuthay, Insumbaisu avay, Namni utirun teben un, Khin hirini vinin japi, Panto krator, Ebshoisi benuti, Rosefixasti, Kyrie eleison, Ebnoti bi panto krator, Ebioten benshoisi o benuti, O bensotir, Jesus bi Christos, Nashkorak, على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة واطلبوا لك أرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطالبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ حياة وقيامة أبينا المكرم البابا الأنبات ودروس الثاني وشركائي في الخدمة الرسولية أبينا المطران الأنبا شعيا وأبينا الأسقف المكرم الأنبا دانييل وأبينا الأسقف المكرم الأنبا دانييل وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب ارحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين إن زعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن هذه الكنيسة وعن مواضعك المقدسة هذه نزي سنانيب نمتقسان شنس بطاقتم بشيشنا هم جني هو نمني تشيلي نما جنتي قم ترسن تابي قاجر May your servants, ministers of this day,
My father, the metropolitan. My father, the priest. The deacons, the clergy, and all the people, and my weak self be absolved from the mouths of the all Holy Trinity, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and from the mouths of the one only, holy, universal, and apostolic Church, and from the mouths of the 12 apostles, and from the mouths of the beholder of God, the evangelist St. Mark, the apostle and martyr, the patriarch St. Severus, our teacher, Dioscorus, St. Athanasius, the apostolic, St. Peter, the priest, Martin, the high priest, St. John Chrysostom, St. Cyril, St. Basil, and St. Gregory, and from the mouths of the 318 fathers assembled at Nicaea, the 150 at Constantinople, and the 200 at Ephesus, and from the mouths of our honored father, the high priest, Pope Abba Tawadris II, and his brother in the apostolic ministry, our honored father, the metropolitan, Sayyidina Amba Ashaya, and also his brother in the apostolic ministry, our honored father, the Bishop Amba Daniel, and from the mouths of my abject self, for blessed and full of glory is your holy name, O Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and at all times, and to the age of all ages. Amen. Εμπενιώτε τα ιώτε να αρσί ερεύς Παπα Αβα τα Βάδε Εμπενιώτε Μετροπόλη της Αβα Αιγέ Εμπενιώτε Νεβέ Maria, 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 Ma
koi volen ten in no ki ten ni e si en ten a soi se ni o ti no che ri ava anto yo ne ma ava avli nem be ho me yo nem be som te so a ba ke ava si no te be ar si mene de ti se be to Novi teni, evi si ente miniote so ebi, di che osava bra, bebe scopo sente e io me vettoi. Novi teni, evi si ente Best of
البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي وبركاته علينا أمين. بولس وسلوانس وتيميثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله أبينا وربنا يسوع المسيح. النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم بعضكم لبعض تزداد، حتى أننا نحن أنفسنا نفخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم وشدائدكم التي تحتملونها بنية على قضاء الله العادل، أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتعبون، إذ هو حكم عدل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وأنتم أيها المتضايقون يريحكم معنا عند استعلان ربنا يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب معطيا النقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون كلام إنجيل ربنا يسوع المسيح. هؤلاء الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين، لأن شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم. الأمر الذي لأجله نصلي أيضا كل حين من جهتكم أن يؤهلنا إلهنا للدعوة ويكمل كل مسرة للصلاح وعمل الإيمان بقوة، لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وأنتم أيضا فيه على حسب نعمة إلهنا وربنا يسوع المسيح. نعمة الله الآب تحل على روحنا يا باقي وإخوتي أمين. كاثوليكون من فصل من رسالة معلمنا بطرس الأولى بركاته علينا أمين. لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرزولة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها، مجدفين الذين سوف يعطون جوابا للذين هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فأنه لأجل هذا بشر الموت أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. إنما نهاية كل الأشياء قد اقتربت، فتعقلوا إذن واسهروا في الصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائما فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثيرا من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا، وكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة، ومن يتكلم فأقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئ الله، ولكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والعزة إلى أبد الآبدين أمين. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أمين. Shalom be.
الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. إلى أبائنا أقام يسوع الذي أنتم ألقيتم أياديكم عليه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود لهذه الأقوال. والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونهم، فلما سمعوا هذا سروا بأسنانهم عليهم وكانوا يريدون أن يقتلوهم. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل، معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرجال قليلا إلى خارج. ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا بهم، لأنه قبل هذه الأيام قام سوداس قائلا عن نفسه إنه شيء الذي اتبعه عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا له تبددوا وصاروا كلا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب واكتذب وراءه شعبا كثيرا، فهذا الآخر هلك أيضا، وجميع الذين كانت قلوبهم مائلة له تبددوا. والآن أقول لكم ابتعدوا عن هؤلاء الرجال واتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد، وإن كان من الله فلا يمكنكم أن تنقذوه لئلا توجدوا أنتم محاربين لله. فأطاعوه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يعلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. أما هم فذهبوا فرحين من أمام وجه المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل هذا الاسم، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي كل بيت يعلمون ويكرزون بيسوع المسيح. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد
وتعتز في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد. أمين. اليوم 16 من شهر هاتور المبارك أحسن الله انقضاءه وعاد علينا وعليكم وأنتم في هدوء وإطمئنان مغفورين الخطايا والزلات والآثام من قبل مراحم الرب يا أبنائي وبناتي. أمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بداية صوم مبارك، صوم استعداد لميلاد الرب يسوع المسيح، ليس في مزود البقر ولكن في قلوبنا وبيوتنا. الحقيقة الكنيسة عطت لنا هذا الصوم، طبعا كلكم عارفين 40 يوم وثلاثة بتوع جبل المقطم. انتوا شطار اهو، ده انا اتعلم منكم. ال40 يوم دي موسى النبي، وال40ات دي موجودة في اكتر من مكان في الكتاب المقدس. يعني معناها ان الصوم ده في الكنيسة شيء مهم جدا جدا جدا، بناء على كلام ربنا يسوع المسيح ان الصوم والصلاة هما اللي بي ايه نقدر نوقف قدام عدو الخير. فالكنيسة في كل مرة ننال نعمة إلهية من بعض أسرار الكنيسة يسبقها صوم. يسبقها إيه؟ صوم. التناول بيسبقه صوم. تقريبا حاجة واحدة بس اللي ما بيسبقهاش الصوم، هو سر التوبة والاعتراف. أما باقي الأسرار بيسبقه صوم. سر التناول بيسبقه صوم مع سر الميرون. حتى أنا لما استلم الميرون وأسلمه للأباء الكهنة عندي في الإبراشية أو في أي مكان، ده كلام مش كلامي أنا، كلام الكنيسة، أنا أكون صايم واللي بيستلم مني الميرون يكون إيه؟ صايم. سر المعمودية برضو ممكن جدا، لأن أبونا هيدهن بالميرون فلازم يبقى صايم. تصوروا سر مسحة المرضى، لازم أبونا صايم واللي بيتعمل عندهم الأنديل صايمين. سر الزيجة، صدقوني سر الزيجة المفروض يبقوا صايمين. تقولوا هي هيصوموا بعد الظهر، ما هو سر الزيجة ما كانش بعد الظهر، ما كانش بعد الظهر، كان بعد صلاة باكر. العريس والعروسة صايمين علشان ياخدوا هذا السر، ياخدوا حلول الروح القدس. وفي ناس بقى برضو بيعملوا كده زي توبيا. احنا من ضمن الشباب تحت 90، تحت 95، عشان الأحسن يكون كحد. يعني أنت خيري كام يا عاد؟ حاجة و90، حاجة و80، لا أنتوا فوق 5، يا دوب 25، أنتوا فين عند 25؟ أنتوا ما مش أنتوا يا دوب 25، إنما إحنا هنا عشان أصل لو قلت 70 ولا 80، لا إحنا عدناها وفي شريحة كبيرة عدتها. فسر الزيجة ما بيبقاش بعد الظهر، وبيعملوا حتى حكاية توبيا دي بيصوموا 3 أيام بعد ما ياخدوا، إنما احنا بقى بنعمل حاجات عينك ما تشوف إلا النور، ولبس عينك ما تشوف إلا النور، وحاجات نعملها مع عينك ما تشوف إلا النور.
تفتكروا اللي بيحصل ده؟ بيضيع البركة اللي خدوها العروسين، بيضيع بركة الرشم وحلول الروح القدس، وبيضيع بركة السجود أمام هيكل الله. حلول الروح القدس وسجودهم أمام هيكل الله وبداية حياتهم بيضيعوها. عشان كده من أول أسبوع ولا أول شهر ولا أول سنة عايزين إيه؟ الحق يا ابونا في فاير، اطلب فاير ستيشن، طافي، اطلب الإسعاف. ليه؟ ضيعوا البركة اللي خدوها. سر الكهنوت أيضا اللي بيترشم واللي بيرشم، وأيضا في سر الكهنوت بقى بيروح الكاهن 40 يوم يشحن البطارية في الدير، تشارج، يعمل لها تشارج، يشحنها في الدير ويستلم حاجات ويتعلم حاجات. ده بالنسبة للكاهن. بالنسبة للأسخف والبطرك بيصوم سنة كاملة، سنة ده بيطلع في الروح يا ابني، بيصوم سنة كاملة، سنة كاملة. وفي أحد الآباء لما ترسم أسخف عام، أنا أعرفه شخصيا يعني، ترسم معانا سنة 80، لما ترسم أسخف عام سمسم، لما تجلس سمسنة تانية، وبعدين سأ فيها بقى وكمل التبصير. ليه؟ أصل الصوم ده بركة. وعشان كده إحنا زي ما قال الكتاب، هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة وإيه؟ والصوم. واحنا عشان ربنا يسوع المسيح يتولد في قلوبنا نتعلم الصوم والصلاة. في حاجة بقى مهمة جدا جدا قالوها الآباء، قالوا أتريد أن تصعد صلاتك إلى السماء؟ عايز صلاتك تطلع لفوق؟ عايز صلاتك تطلع لفوق؟ اعمل لها جناحين. الآباء قالوا كده قديسين، أتريد أن تصنع لصلاتك جناحين؟ إيه هما؟ الصوم والصدقة. إذا أنتوا شطار أهو. الصوم وإيه؟ جناحين يرفرفوا ويطلعوا صلاة الإنسان لفوق. يبقى صوم وصلاة وإيه؟ وصدقة. يا ريت نتعلم في هذا الصوم أن نقول له يا رب اديني ان انا اكون مستعد. انت عارف قلبي كله ريحته وحشه، قلبي كله نجاسه زي المزود بالضبط. انت يا رب حولت مزود البقر الى سماء. انا قلبي وحياتي مزود بقر، ريحه نتنه من الخطيه والشهوات وتقليد اهل العالم ولبس العالم. خلي بالكم اللبس ده بالنسبه للفتيات والسيدات، زي ما بيقول الكتاب لا تكن زينتكن الخارجية من لبس الثياب وضفر الشعر والتحلي إيه؟ بالذهب. يعني الهدوم بقى اللي لا تليق ببيت الله. البابا شنودة قال كلمة عجيبة جدا في موضوع اللبس ده، قال كده ممنوع اللاصق والكاشف والقصير. اللاصق والكاشف اللي بيكشف أجزاء من الجسم، والإيه؟ والقصير. طيب ده البابا شنو ده؟ طب نجيب قبليه البابا كيرلس السادس. في واحد من هنا من أستراليا أعرفه كويس أوي، أعرفه كويس أوي، أو من الناس الأوائل اللي جوا هنا، حكالي قصة عجيبة عن البابا كيرلس. كان عايز يهاجر في أوائل الستينيات، أوائل الستينيات، فراح للقداسة البابا كيرلس، دخل على إيه؟ كلود بي بيصلي سيدنا البابا، عايز يهاجر استراليا، فبياخد إيه رأيه، أهاجر استراليا سيدنا ولا لأ؟ أهاجر استراليا ولا لأ؟
فكان ده راجل اولا كان محامي في وزارة الخارجية وفي شركات. انا طبعا الناس الشباب ممكن يعرفوه. كان لابس قميص نص كم راجل ومحامي متجوز ومراته موجودة دلوقتي وهنا في سيدني دلوقتي. البابا بيقول له يا سيدنا انا فلان وبشتغل في الحتة الفلانية وعندي فرصة ان انا هاجر استراليا، اهاجر ولا لا؟ مردش عليه، راح ضربه على دراعه كده قال له اضغط يا ابني، راجل متجاي اضغط يعني ايه؟ ها البس ايه؟ قال لي من يوميها، اصل انا كنت اشوفه يا فلان انت بتيجي ببدله كامله بتيجي ببدله. قال لي من يوميها اتعلمت اصل ما حدش يمشي على كيفه، حدش يمشي عليه ولا يلبس على كيفه. اللي عايز يلبس على كيفه ويمشي على كيفه، لا، كنيسة لها نظام، ليها ايه؟ ها نظام. انا هو في الاسقفيه بقالي 43 سنه وقبل كده وما زلت راهب، ما اقدرش، لا اقدر اغير في الصلاه ولا اقدر اغير في الكلام ولا اقدر اغير في العقيدة ولا اقدر اغير في اللبس. بالمناسبة البابا كيرلس السادس رسم ثلاثة انا اعرفهم شخصيا وتقابلت مع الثلاثة شخصيا واعرفهم معرفة شخصية. الثلاثة اللي بعتهم لقارات العالم، من هو اول واحد؟ ابونا مينا نعمة الله، ده استراليا وجهنا. تاني واحد ابونا مرقص الياس، ابونا مينا نعمة الله من اسكندرية، ابونا مرقص الياس بعته كندا ومن سوهاج. ابونا اللي راح امريكا ده من الفيوم، انا عارفه كويس، ابونا غبريال امين لانه والده كاهن، ما انا برضو بنسى، والده كاهن من الفيوم في قرية من القرى اعرفه شخصيا، كان اسمه الدكتور حكيم امين، والده كاهن، ابونا غبريال امين وداه امريكا وهو موديه امريكا. التلاتة ساعة ما رسمهم جاب ايدهم على المسبح وقال لهم اوعوا تقلعوا اللبس الكهنوت اللي هلبسه لكم، الجلابية السوداء والعمة السوداء، الجلابية السوداء وايه؟ واحنا متعودين نقول ابونا ابو عمة ايه؟ ابونا بعمة يا تيتا، ما انت تيتا برضو بس 25، ابونا بعمة ايه؟ سوداء مش حط ايدهم على المسبح، لان يعني يبدو ان كان فيه ناس شايف هو المهجر شغاله ايه بره، ده البابا كيرلس السادس حط ايده على المسبح كده وقال لهم تتعهدوا انكم ما تقلعوش اللبس، لان كان خايف انبا صمويل لما كان متنيع شهيد الكنيسة والوطن كان بيقول له ده بيقلعوا ويلبسوا. انا شفت الكلام ده، شفته زمان في بعض الطوائف، سلموا علينا، كان في ملبورن، سلموا علينا واحنا بنودعهم عند العربية لابسين اليونيفورم بتاعهم عند العربية، راحوا ايه التلاتة البيشوب الارش بيشوب والبيشوب والبريست اللي معاهم، راحوا قالعين ولابسين قميص وايه ومنطلون ينفع، واحنا بنودعهم واقفين على الباب لقيناهم بيقلعوا وفندية بقى في الله. لا احنا، وعلى فكرة واخدين قرار في الماء، احنا لغيت كده يعني، انا لو قلعت دي فيها قلاص وهي وتحتيها قلنصوة سودة اقلعها بس ساعة ما نقرأ الانجيل
بس برضو في حاجة هنا اهي، لبس 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 رهباني. ممنوع، ما يصح، ما ينفعش، ما ينفعش. كل حاجة، وأنا فاكر كويس قوي قداسة البابا توادروس من حوالي أسبوعين ثلاثة كان عامل مؤتمر لمجمع كهنة مدن القناة في استراحة أمبابولا في البحر الأحمر، قالها بالنص كلكم ارجعوا ليها، ما فيش حد ولا أسقف ولا كاهن يعمل حاجة ويعلم حاجة بعيد عن الكنيسة، خارج إيمان الكنيسة وخارج تعاليم الكنيسة، ويغير حاجة. أصل السنكسار مش حكاية، السنكسار بيقول انظروا إلى نهاية تمثلوا بإيمانهم. اللي منكم يعرف وكان حاضر زيارة قداسة البابا شنودة سنة 89، أنا كنت معاه، أنا كنت معاه في الزيارة دي وأنا أسقف، أنا كنت معاه. وبعدين حصل إن هنا في أستراليا، لو في حاجة خليها بقى، وعلى فكرة الكنيسة بتقول لنا ممنوع الكلام لا في الكنيسة ولا في الهيكل، ولا بطيب ولا بإيه ولا بردي، ولا حتى الكهنة يكلموا بعض جوه في الهيكل ويقولوا احنا بعد القداس هنروح نعزي، هنروح نحل مشكلة. لا، ممنوع، not allowed. ده بس دي حتة عشان الأخ بيتكلم. فالبابا شنودة في زيارته هنا لأستراليا في 89 كنا 11 أسقفة، وجالنا نيافة الأنبا أنطونيوس مرقص ربنا يدي الصحة، يعني كنا تقريبا 10 أو 11 ساعتها. وبعدين هنا الجو عندكم هنا غير مصر، يعني دلوقتي داخلين على الصيف مش كده، في مصر داخلين على ايه الشتاء والانهار. فاقترحنا على قداسة البابا ان نجمع الاواشي، ثلاث اواشي، الشمام سيعرف الحكايه دي، ثلاث اواشي مع بعض، مياه الانهار والزروع واهويه السماء. وما كانش في حد هنا اسقف مرسوم، فالبابا شنوده هو اسقف سيدني أو أسقف المهجر لغاية ما يترسم لها حد، وإحنا معاه مجمع مصغر، مجمع مقدس 10 أسافة. في اجتماع الكهنة بعض الكهنة، يعني كان لسه يعني عدد قليل أنا فاكرهم يعني، فقلنا له يا سيدنا يعني هم عايزين نجمع الثلاث أواشي. قال طيب حاضر، ما فيش مانع، إن شاء الله ننزل مصر ونشوف الموضوع ده. نقول يا سيدنا ما أنت أسقف المهجر، أنت أسقف أستراليا، كمان أنت معك مجمع مصغر. قال لا، أرجع مصر، شوفوا خلي بالكم البابا مين شنودة، أرجع مصر أجمع المجمع المقدس وأعرض عليهم الموضوع وناخد قرار. ما ينفعش ان انا اخد قرار وحدي، يا سيدنا ما انت اسقف المهجر، اسقف استراليا دلوقتي ودي معاك مجمع مصغر. قال ابدا، ما ينفع، ما اقدرش. صوروا البابا شنودة، ما ينفعش حدش يقدر يغير حاجه لا في تعليم الكنيسه ولا في طقس الكنيسه ولا حتى غير كلمه، ما غيرش كلمة. عشان في شماس مرة بيقول هو بيصلي في حاجة زي كده في قانون الإيمان وقال زيادة حاجة، قلت له تعال هنا مكتوب هنا، قال لي لا، قلت له طب ما تقولش، انت قولها في بيتك انما التزم بإيه. ها باي ذا واي برضو انا عايزكم تصلوا مع الشمامسة، هو الخلاجي بيقول ايه، يقول الشعب ولا يقول الشمامسة؟ يبقى لازم تصلوا معهم ودنكم مع الشمامسة. ف
فما فيش حد ابدا يقدر يغير حاجه ابدا. ولسه الباقي قداسه البابا توادرس في الاجتماع ده مش حد يقدر يغير حاجه، مش من حق اي حد يغير حاجه. كنيسه لها نظام. احنا في الصوم ده بنستعد، وعلى فكره الافكار اللي بتطلع نتيجه الذات، يبقى الانسان لسه الذات عنده، الانا عنده عاليه واخده حقها. لا، لازم انكار الذات، لازم الانا دي تموت في الصوم. تموت ازاي؟ الاربع والجمعه لغايه الساعه 3. على فكرة صوم الميلاد ده فيه للصوم من الدرجة التانية، لكن الأربع والجمعة حكمهم حكم الصوم الكبير عشان ما يحصلش لبس. حكمهم حكم ايه؟ الصوم الكبير، ما فيهمش السمك. كمان الأربع والجمعة على فكرة الصوم معناه ايه؟ يمتنع الصائم عن الطعام فترة وبعدها يأكل الإنسان أكل إيه؟ صيامي. عشان إحنا عندنا دلوقتي ده صوم من الدرجة الثانية، حد أدنى الساعة 12، والأربع والجمعة حد أدنى الساعة 3. إيه قلبنا وقع في ركبنا، أنت هتقعدنا بقى؟ طب ما إحنا مش واخدين على دي. لا، تعالوا نتعلم الصوم، تعالوا نتعلم ونصوم صوم مقبول عشان ربنا يتولد في قلبي وايه وفي بيتي. اقول لكم تدريب واقتراح ولا بلاش نقفل على كده؟ اقول لكم، طيب من النهارده او من الاربع الجاي، النهارده السبت على فكره، سبت وحد بعد الكنيسه كل اللي انت عايزه، لكن اثنين وثلاث وخميس الساعه 12، أربع وجمعة الساعة 3، سبت وحد أوبن أجازة ويك إند خلاص. طيب تقولوا لي، طب أنا عندي أدوية، أنا كلنا بناخد أدوية، تقولوا إحنا ما خدناش على الصوم الانقطاعي. أقول لكم حاجة، أقول لكم التدريب ده أقول ولا بلاش؟ ما أنا لو قلته تبقى أنتم ملتزمين بيه. نبتدي نأخر الأكل يوم الأربع والجمعة وأيام الاثنين والثلاث والخميس، نبتدي نأخر كل مرة ربع ساعة 15 minutes كتيرة دي، وكل شهر مرة. يعني في الصوم ده هنأخر ايه؟ ها؟ نص ساعة، وصوم الجاي ربع ساعة. نبتدي ربع ساعة. على مدى سنتين ولا سنة هتلاقيك يا تيتا قعدت للساعة 12 وقعدت للساعة كام؟ 3. هلاقيك يا جدو قعدت للساعة 3 وممكن بعد 3 كمان. يعني نزود شوية، نأخر شوية، ها؟ البريكفاست ربع ساعة. ممكن ولا مش ممكن؟ ها؟ أمين؟ في حد ما قالش أمين؟ كلكم موافقين؟ خلاص، وهو المطلوب إثباته، وهو المطلوب تنفيذه. يا ريت نتعلم الصوم والصلاة. كمان حاجة أقول لكم أخيرة، نتعلم نصلي في البيت. يا بابا يا ماما اقفوا خلوا فيه مخدع الصلاة في البيت. أخيرا الكتاب المقدس، بلاش نقعد نمسح التراب اللي عليه أو نقعد نعمل نتوضبه كده ونمسحه كده ونحط عليه صليب، يتفتح يوميا. وأنا قلت كده، ادونا 40 دقيقة في اليوم أو 45 دقيقة في اليوم، إيه رأيكم؟ للصلاة وقراءة الإنجيل.
في كل بيت. وانت يا جدو قول لأولادك، وانت يا تيتا قول لأولادك، يعني بابا وماما يعملوا كده، وتيت وجد وتيتا يقولوا لأولادهم يا أولاد حتى لو ما كانوش علموه الحكاية دي، عايزين نفتح الكتاب المقدس في البيت، وعايزين نقف نصلي في البيت، وعايزين نتعلم الصوم. كل سنة وانتوا طيبين، وربنا يقبل هذا الصوم عشان نستعد ويتولد ربنا يسوع المسيح في قلبي. على فكرة بكرة جايز أبونا مايكل ما يقدرش يقول لكم كده، ما أصل معاكم هنا تزعلوا منه، أبونا ده عملية. بكرة قديس يوحنا ذهبي الفم نياحته. تعرفين يوحنا ذهبي الفم قال إيه؟ العبارة جميلة جدا، كلمة الحق لم تبقي لي صديقا، واتنفى يوحنا ذهبي الفم وشاف متاعب كتيرة حتى مع الملكة، لأنها كانت لابسة لبس لا يليق وكانت عاملة حاجة مش مظبوطة، مرضيش يدخلها الكنيسة واتنفى. يعني يا ريت نتعلم الإنجيل بيقول لنا إيه والكنيسة بتقول لنا إيه. أمين. بركة هذا الصوم وبركة ذبيحة هذا اليوم تدينا معونة ونعمة عشان نقدم لربنا صوم مقبول، ونستعد بهذا الصوم لكي يولد ربنا يسوع المسيح في قلبي وفي بيتي. بركة صاحب هذه البيعة أبونا وجدنا كلنا قديس العظيم ماري مرقس، بركة أبي صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم البابا تودروس الثاني، بركة أخي وأبويا نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال رئيس دير الأنبا شنودة، بركة ملاك هذه الإبراشية نيافة الحبر الجليل أخي الأنبا دانييل، بركة الآباء الكهنة كلهم. وعلى فكرة كنيسة ماري مرقس دي غالية عليا قوي. كل ما تيجي كنيسة ماري مرقس دي وشعب ماري مرقس بتاع زمان في مايو 19 80 أبونا مايكل ما كانش يتولد هو أخوه الله يرحمه نبيه فانوس. أنا كنت بخدم في ملبورن وكنت باجي سيدني كتير على فكرة. فالبابا دعاني قال لي تعالى يا ابونا راهب أمس، وأنا ما زلت راهب، تعالى عايزك، فلكن لازم أنزل مصر، فجيت هنا سيدني. بالمناسبة بقى في سيدني عرفوا أن أنا مسافر مصر، وفي نفس اليوم او في نفس ساعتها كان ابونا سيودوسيوس الانبا بشوي جاي، فمرعوب وخايف، هو اصلا من دير ابو مقار معاه يعني مقاري برضو، فبيقول لي ايه الحكايه، فعملوا لي حفله توديع هنا في ماري مرقس كان لسه شارينها 19 مايو 80 ركبت من هنا. فبيقول لي بقى يا ابونا ايه اخبار استراليا ايه؟ قلت له ما تخافش شعب استراليا اقولها لكم مدرسه للمحبه امام الله. انا بقولها مش هجاملكم، انا بلسوع اهو في حكايه اللبس والقعده اللي مش مظبوط وعدم الصوم، لكن كل حاجه تتقال. قلت له يا ابونا شعب استراليا مدرسة لإيه؟ للمحبة. ده الكلام ده سنة كام؟ النهاردة كام؟ 43 سنة، وأقولها وبرضو بقولها
شعب استراليا مدرسة للمحبة. أنا بقول استراليا أحسنت يعني، بما فيهم شعب إيه ها؟ واللي بيجي جديد بيتعلم من الإيه؟ من جيل إلى جيل. فأنتوا شعب مدرسة للمحبة، وأنا فعلا بأكن لهذه الكنيسة محبة كبيرة في قلبي، لأن أنا آخر مكان مشيت منه 19 مايو 80 كانت كنيسة ماري مرقس هنا، كان يبدو لسه شارينها، ما أعرفش بقى شاروا حاجات وعملوا حاجات جميلة جدا. أرجو أنكم تصلوا لنا، بركتكم جميعا تحل علينا ويقبل ربنا صومنا لكي يولد فيه ها في قلبي وفين وفي بيتي. امين. اجيوس اوسي اوس اجيوس الشيروس اجيوس الصناتوس اكبر ثينو جنس الي صوني ما اجيوس اوسي اجيوس الشيروس Agios asanato stavro jesimes eleison ime agio o theos agios yesheros sanatos o anastasis ekton nekeros ke eleison yestos oran eleison imes doxe Keio ke ageio pneu mati ke nin ke ari Ageso se onestone onona amine getreie Eleisonimen Eshlil Εφλογίσον Είπε προσευχής τα σητή Ήρνη πα Ασή Ετο πνευματίσο Αγία Σαϊδ Ραμπή Ασόν Μεσίχ Ηλέχουνα Ελλαδή Χάτεπ Τελμίζα Χουδίσιν Ασοτα Μουκαραμίνα Καϊλεν إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا أن تنطرون ولم يروا وأن يسمعوا من تسمعون ولم يسمعوا أمنتم فطوبى لكم لنا تبصر ولدانك لنا تسمع فلنصر فلنسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بطلبات قديسك صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب ارحم اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصلنا أن نذكر وصلتنا طلبتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا ماروتش اسخنت اكليسيا انت بفلاؤس او مارو اسمو ايروفيل كاتدرا انتيني ابرز بي تيروس جعف كون ومتيوت ام فريتن هان اسو اف اي ناف انجيني اتسوتونو اف اي او ناف اف اوركن جيب شاي سوو نف او ام اي ناثي بشان ثق بيف او بشاي نيقاطا التاكسي سمال شي سادي بشاي سوو نام امك بنيوت سوو ام بطريا شي سبابا اواتا وادروس بيما هس ناف Nempeniote metropolitis ava ashaeia Nempeniote episcopos ava daneil Nempeniote episcopos ava daneil Choice of eare beten or Lord.
σιτή μεταβού βοηθιάκος μεν το Ευαγγελίο. Εφές μαρό εν γε εσνέιο χένεφραν εψόης εν τένιγομ κύριε φλόγισον κάτα λούκεν αγίου Ευαγγέλιο τα αγωνόσμα. Δοξάσι κύριε. Qifu bi-khawfin amam Allah. Stand up in the fear of God and listen to the Holy Gospel, a reading from the Holy Gospel according to Saint Luke the Evangelist. May his blessing be with us all. Amin. Ben show. Oh, 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 oh. Allah ben Noti, Allah ben Sotir, Allah ben Orotirin, Jesus be Christos Epshiri, Emef Noti et Onk be Onaf, Sha'ini, be Ofa ben Noti be Sasi Kireye. From the Psalms of our teacher David, the prophet and king, may his holy blessings be with us all. Amen. But you, O Lord, are a God full of compassion and gracious, long-suffering and abundant in mercy and truth. O, turn to me and have mercy on me. Give your strength to your servant and save the son of your maid servant. Alleluia. فليرفعوا في كنيسة شعبي ليباركوه على منابر الشيوخ لأنه جعل لبوا مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت الكائن إلى الأبد على طقس ملكي صديق الرب عن يمينك يا بان القديس البطريرك البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكك في أخيك في الخدمة الرسولية أبينا المطران المعظم الأنباء أشياء وأبينا الأسقف المكرم بدانيل وأبينا الأسقف المكرم الأنباء دانيال الرب يحفظ حياتكم. أمين كن الآتي باسم رب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وكان جموع كثير سائرين معه فالتفت وقال لهم من يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخواته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليب ويتبعني فلا يمكنه أن يصير لي تلميذا. فإنه من منكم يريد أن يبني برجا أفلا يجلس أولا ويحسب النفقة وهل عنده ما يكمله؟ لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمله فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين إن هذا الرجل ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمله. أو أي ملك يمضي إلى محاربة ملك آخر أفلا يجلس أولا وتشاور هل يقدر أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما دام بعيدا عنه يرسل شفاعة طالبا سلما. فهكذا كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله
فلا يقدر أن يصير لي تلميذا. الملح جيد فإن فسد الملح فبماذا يملح؟ فلا لأرض يصلح ولا لمزبلة بل يلقى خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. والمجد لله دائما. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع وحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في جوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاص البطرس تألم وكبر وقام بين الأموات في يوم الثالث كما في الكتب وصعد للسموات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء الأموات الذي ليس لمكين انقضاء. نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق أنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة ظهر التي Shlil eflogison ebi brosef chista site irene pa asi etobne mati so ya Allah العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هادته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به لي المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا بمسرتك يا الله
املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس للموت، واجعلنا كلنا مستحقين يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير طرحنا في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربينا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا، بشفاعة والدة القديسة مريم، يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع بك صالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا، رحمة سلام ذبيحة كريوس ميطام بنتونيمو تسكارزيا أس إخو من إبراز طنكي إريو إفخاريس تسأو مين توكيري أكسيوك
مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق، الكائن قبل الدهور والمالك إلى الآبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل شيء وما يرى ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس قف، الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة، الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة، وإلى الشرق انظروا، أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون عيونا والسيرافيم ذو ستة الأجنحة يسبحونك على الدوام بغير سكوت قائلي نون سيد الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدون صارخين قائلين قدوس 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 رب السباوث السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. أجيوس أجيوس أجي איוס אקוואב 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 חנום אסמי אפשוי סבנותי אלזי גבלנו החלוקנו הודענו פי פרדוס נעים ועדמה חלפנו וסייתק בגוויית אלחיה סחטנו מן אלחיית אלאבדיה ונופינה מן פרדוס נעים פלם תתרוקנו ענקה אידון לנקדה בל תעתנה דאימן بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. آمين. تجسد وتأنس
وعلمنا طرق الخلاص، وأنعم لنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، وبذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبيعا من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. حقا من الأموات في اليوم الثالث، وصعد إلى السماوات وجلس على يمينك أيها الآب، ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل، ويعطي كل واحد فواحد دين كنحو أعماله. كرحمتك يا رب وليس كخطايا زنان خريم باينشتي امستير ننتتي ما تفسفيس اف سجغر اتف اف مو خايب انخم بكوزمو هالي صوص بستي آمين صليب ومكاريون ونرفطان خو ناتج فاي بخنوم سمي آمين اشتي بشويت فينروك فيتيف ومنيوت فنوتي أوفني بنتي أوني فين إطاف شبه موت آمين آف إزمو وروف آمين أفرقيا زنيموف استيب او منك منك زوك سازو آمين آفاش افتي في نيتنو في اجيوس ماسيتيس اون ابوستولوس اس اواب افغو ايموس جيتشي او مولن ختفتيرو فاي غار ببصومة اتقونا فاش جنسنون من كميشن ستيف ابكو ايفو لنتني نوفي ويرد فايبا ارهف ما افي فاي ببقي آمين
تيون بكيفوت من انسى بزيبنون افسد فيف الخنور بنمو مو اطاف شبه موت امين حافظ مو روف امين فرق يازني امو وسقعت أيضا لخاصة التلاميذ القديسين والصلاة قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري وهذا هو أيضا بالحقيقة لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء آمين 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 بموتي ربنا باشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبح نبارك نشكر يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا فيما نحن أيضا نصنع ذكر الآلام المقدسة وقيمات الموت وصعود إلى السماوات وجلوس عني منك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدان نقرب لك قرابينك من التي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدات سبحوا نباركوا نخدمك يا الخبز يجعله جسدا مقدسا له وهذه الكاسة أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي لا ربنا ولا وأيضا نور يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب
جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. يا رب ارحم هذه التي اقتنعتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك فاز بالسلام وكل سقف في هذين. اذكر يا رب أنبا تواجس الثاني وشيك بالخدمة الصرية أنبا أشعية وشيك بالخدمة الصرية أنبا دانيل وشيك بالخدمة الصرية أنبا دانيال. صلوا من أجل رئيس كانتنا البابا الأنبا تواجس الثاني بابا بطريرك رئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا أشعية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا دانيال وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا دانيال وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم والذين يفصلون مع كلمة الحق باستقامة أنا بيع الكنيسة المقدسة العقدية بسلام. اذكر يا رب القمامس قصوص والدقصين والشمامسة. يا رب ارحم وكل الخدام وكل الذين في البتولية. اذكر يا رب وطهارت كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. يا رب يا الله الضابط خلاص هذا الموضوع المقدس الذي لك وكل مواضع وكل تديرة بين الأرثوذكسيين. يا رب ارحم والساكنين فيها بمن لا تفضل. يا رب مياه الأنهار وزروع العشب ونبات الحقل في هذه السنة باركها. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب اسعدها كمقدارك نعمتك فرح وجه الارض يروح ارثها تقدر اثمارها وعدها لزرع والحصاد تدبر حياتنا كما يليك. باركك لي لسنا بصلاك من اجل فقراء شعبك من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف من اجلنا كلنا احنا الذين نروح ارثه اسمك القدوس لان عين للكل تترجاك لانك انت لي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما اذا كنا الكفاف في كل شيء نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم جميعا الأجر السماء. صلوا من أجل قرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها. يا رب ارحم لأنها رب أمري بك الرحيد أن الشركة في تذكاري قديسي
تفضل التصوير من القديسين الذي قم بذبات أبانا القديسين رؤساء الأباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر قديسهم لمجدنا العذراء كل حين والذ القديس الطاهر مريم التي ولد الكلمة بالحقيقة والقديس عنا الصبغ سوى الشهيد وقديس استفانوس ريشل السلام سوى الشهداء ناظر إلى مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريق القديس سوى الاسم علمنا ديس قوروس والقديس أثناسيس الرسول وقديس بطس الكيان الشهيد ليس الكهنة وقديس يوحنا ذابيل فم وقديس ثاودوس وقديس توفيوس وقديس ديمتريوس وقديس كيرولوس وقديس باسيليوس وقديس غرغوريوس ناطق بالآليات وقديس غرغوريوس صانع العجائب وقديس غرغوريوس الأرماني و13 مجتمعين بالنقي يوم 50 في قسطنطينية و2 بأفسوس وأبانا صديق عظيم الأبان طرس البار الأنباب بولا و3 مقارات أبان مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وابانا انبا يؤنس القمص وابانا انبا بشوي البار رجل حبيب مخلصنا الصالح وكل مصاب قدسيك والذين بسلات مطل الباطن ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا القارئ فليقول أسماء بين البطارق القديسين الذين ركضوا الرب يريح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع ونحن الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم علينا بسلام إلى التمام Oh.
وأهدينا يا رب إلى ملكوتك، لكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس. البركة والسلام لجميع عيكم. ولروحك أيضا نشكر الله ضابط الكل يا أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا إلى أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأل جعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإلهية غير المائتة. السلام لجميعكم ولروحك أيضا الجسد المقدس. أسجد لجسدك المقدس الكريم ولدمك الكريم المسيح الضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا يا رب ارحم. أيها السيد الرب إلهنا الخالق غير المرئي غير محو غير مستحيل غير المفحوص الذي أرسل نوره الحقيقي ابنه الوحيد يسوع المسيح الكلمة الذاتي يا لي صكر يا لي صان يا رب ارحم. الكائن في حضنه الأبوي كل حين أتى وحل في الحشى البتولي غير الدنس ولدت وهي عذراء وبتوليتها مختومة. كريالي صان كريالي صان يا رب ارحم. إذ الملائكة تسبح وأجناد السماوات ترتل له صارخين قائلين قدوس 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 رب السباوت السماء والأرض مملؤتان من مجدك الأقدام. يا ليسون كير يا ليسون يا رب رحام. هكذا أيضا نحن الضعفاء نحن الضعفاء اجعلنا مستحقين معهم يا سيدنا الصالح محب البشر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مغزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن ندعوك يا الله لأب القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوت. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا نذرين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. خم بخريستو So
تسكيف الله سيمون تكيريو إكلنا آتي نوبيان ساكي خومن ثيومي طفو آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. اذكر يا رب ضعفي أنا أيضا واغفر لي خطايا الكثيرة، وحيث كسر الاسم فلتكسر هناك نعمتك. ومن أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك من نعمة روحك القدوس، حاللنا وحالل كل شعبك من كل خطية ومن كل لعنة ومن كل جحود ومن كل يمين كاذب ومن معاملات وتصرفات وأفكار ولبس وأفعال أهل هذا العالم. امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين، اذكر رب كل من أمرونا أن نسكنهم في صلواتنا، اذكرهم أنت ربنا في مراحمك، مرضى شعبك اشفيهم، حزان القلوب عزيهم، والمتضايقين فك ضيقاتهم، والأرامل والأيتام علهم، والذين في كل شدة افرج عنهم وسامحهم، الساقطين أقمهم والقيام ثبتهم، والذين هنا رب مجتمعين معنا في هذه الكنيسة اجعلهم متشبهين بملائكتك. اذكر رب أولادك وبناتك، عملك رفص السنين أحيه، اقبل يا رب توبة التائبين واعتراف المعترفين، اقبل يا رب أصوامنا وصلواتنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات. نجينا يا رب من كل أمر ردي، امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين. اذكر رب سلام كنيستك الواحد الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، بطريركنا البابا تودروس الثاني وشركيه في الخدمة الرسولية، أبي الأسقف الأنبا دانيال وأبي الأسقف الأنبا دانييل. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. خلصنا حقا ومع روحك أيضا ننصت بخوف الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. عايزين نقول يا رب ارحم من قلوبنا من كنفتهاش، يا امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. القدسات للقديسين، مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين. واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس السلام لجميعكم ولروحك أيضا. يا سلام المقدس والمن كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الله ونا أمين. آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن الله ونا أمين. آمين. جسد ودم عمانويل إلهنا هذا وبالحقيقة أمين. أمين تنا آتي. أمين أمين أمين. أؤمن 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 واعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح
أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة للقديسة الطاهرة مريم وجعل واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولم تزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلمه على خشب الصليب المقدسة بإرادتي وحدي عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا بالحقيقة. آمين. أؤمن أن هذا بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم. رتلوا بنشيدنا الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم اقصاصي ارحمي اقصاصي Ah.
باسمي مبارك الآتي باسم الرب مبارك الآتي باسم الرب سبحه بأوتار وأرغ
كل سنة وانتم طيبين. أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة بالنسبة للتناول عشان الوباء اللي جه من 3 سنين. احنا شلنا اللفايف من الكنيسة، الحاجة العامة البابلك، لكن كل واحد يجيب اللفافة بتاعته معاه، يجيب اللفافة بتاعته معاه ويجيب المية اللي هيصرف او اذا كان فيه كوبايات صغيرة، ويجيب الخلاجي والاجبية، والسيدات يزيد عليها الاشارب بتاعها. اللفافة معناها حط بغض الجسد، اللفافة بايدي كده على الفم، فيها حرص، فيها وقار، فيها مهابة. انا واخد جوهرة العالم كله لا يسويها، واحنا بنقول كده بنخلي الكاهن يقول كده، بنقول له كده في الوصية، خلي بالك انت بتقسم الجسد ده ذرة واحدة على العالم كله لا يساويها. ففي حرص وقار ومهابة، وانا واخد اغلى حاجة في الدنيا. كمان انا بحط اللفافة على الفم كده بايدي علشان لو في حاجة من اللعاب مختلطة بالجسد تكون في اللفافة، انما التيشو او النبكن او الاشارب لا. كل واحد يجيب اللفافة بتاعته معاه عشان ما جيش شماس يقول لي يا سيدنا احنا لغينا من ايام الكورونا لغينا اللفافة. قال يعني انا كنت عايش في جبل ومش عارف الدنيا فيها ايه؟ لا، انا ملاحظ حتى الشمامسة معهمش لفايف، او البعض منهم، وفي بعض السيدات والرجال معهم لفايف. يعني لازم يكون في حرص على الذبيحة. انا بتكلم عشان الذبيحة الكاهن مسؤول عن الذبيحة، مش انت ولا انتي. فمفروض ان احنا يكون معانا لفافة الشخصية بتاعتنا، اجيبها معايا. امين امين. عايز اسمع امين امين. هات يا ابن الكيس اللي عندك. انا اخلي الشماس تعالى نقرب كده شوي وانا بوزع البركة. طلع حاجة، ودي لكل عيلة مش هيلة بيلة، في بالعربي وفي بالانجليزي. صلاة سهمية، تدريب روحية، بركة كهنوتية، آداب حضور الكنيسة. بس ما عدا آداب حضور الكنيسة دي بالعربي لسه ما اترجمتش خلاص. والبركة الكهنوتية دي اللي ربنا قالها لموسى بركة من ربنا نفسه، قالها لموسى: يا موسى أنا هديك بركة تديها لأخوك هارون، وهارون يدوها للكهنة، والكهنة يدوها للشعب، والوالدين يقولوها لأولادهم كل يوم. يباركك الرب، اهي وموجودة في سفر العدد، موجودة في كارت صغير. يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. بركة كهنوتية، ما نطلبش بعديها حاجة. يلا يا حبيبي، بس ده عهدة تجيب لي بقى. يلا خلاص، ادي لكل عيلة. ايوه هات نشوف، بس مش بعد ما يخلص التناول. انا ما اعرفش باب هنا ولا هنا، هما بيخرجوا من هنا. Yeah.
هيريني كان النوبي ناني افتح فيا بالتسبيح واشهد بقلب جري امدح حبيب المسيح طوباك يا مهلس والناس بالنعمة اتمالت وبالحب ترجت وبالصلوات تبت وبقيت يا ميز والناس تممت الوصية بالكلمة المحيية صباحا وعشية طوبك يا شهيد والناس ثقتك على الدواء أمام رب الأنا تشهد كل الأية طوبك يا شهيد ناس جمال النعمة ظهرت علامات الروح وضحت السماء لك انفتحت طوبك يا شهيد حامل رسالة نور وتصيح بغير فطر مع ألحان مزمور طوبك يا شهيد والناس خدم الرب بقوة ناظر إلى السماوات شافيع كل الأوقات طوبك يا شهيد والناس دعيت للشهادة وجمال العبادة لتعاين أمجاد طوبك يا شهيد والناس ذكرك في كل الأكتر شافيع وحبيب زور لاسم الرب صار طوبك يا شهيد والناس ربك الحبيب نظرك رتب لاسمه العجيب طوبك يا شهيد والناس زينت الفضيلة تركت الرذيلة بكل وسيلة طوبك يا شهيد والناس سمعت لأعظم كل عن سر البتولية وما فوق العقول طوبك نشمس كنت لله تخدمه وتترجى وحده وليس سوى طوبك يا شهيد والناس صلواتك النقية وحياة البتولية والخدمة الروحية طوبك يا شهيد والناس ضامن كل المواهب بالحب الفارد لابن الله الواحد طوبك يا شهيد والناس تلبطك يا شهيد في كل يوم بتزيد من أجل عهد جديد طوبك يا شهيد والناس زهرتك المجيدة النعمة
الفارد لأبدية سعيدة توبك يا شاهد والناس عهدك الحبيب المصلوب على الصليب يا رب كن مجيب توبك يا شاهد والناس غالي اسمك يا ضياء يا ناظر السماء كوكب بين العظماء توبك يا شاهد فقت جميع الخلا في ذلك الزمن لاجل ابن الانسان توبك يا شاهد والناس قبرك المشهور الملتحف بالنور ما رائحة البخور توبك يا شاهد والناس كنت نعم الآمن في وسط القديسين ونحن بك فرحين توبك يا شاهد والناس لاسمك الجميل شفع تشفي العليل وخلاص من كان ذليل توبك يا شاهد والناس مبارك هو اسمك وجميل هو رسمك وسعيد من أحبك توبك يا شاهد والناس نحن اليوم فرحين بضياء القديسين وشفعتك كل حين توبك يا شاهد والناس ها نحن شاهد ولشفعتك عارف من أكل خبز الحانون توبك نسبح مع الملك قارئ المجد الله في العالي عرض السام الناس المصر امين الليلويا زوك سابت فيك ايوك اجيب نف ماتي كانين كاي كاستوسي اوناستوني اونون امين تنوش بول جوي موجي اوبن شوي سيسوس بخريستوس بميسي ايبول خين فيوت خاقو او اني او اون جيرو اكتشيت خارس موي سيستم تقوي بانتي ملشي صادق تيمت خلو ينتي يعقوب نوغن ناين تيما سو صالة بيبن السوس انتي دافيد تي صوفيا انتي صوروم بيبن ما امبركليتم في اتفقي جني ابوستولوس شويس الغيرب انخني مبتاورات فين بنيوت التايوت انقرشي ريف بابا افاتا وادروس نم بنيوت نم متروبولي Tis Ava Ashaya Nimpenyotin Episcopus Ava Daniel Nimpenyotin Episcopus Ava Daniel Sotemon Nim Tio and Episcopus and Teti
إنني من زبصروس ميشن رمبي نم هانسيو إنهيريني كون سابسيت إنو إتشالف جين كولي من تفس خريستو سارية جون دفعن النوفي نالي بولخن أوهيريني كتاب فنشت إناي كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا إفلوغيسون أمين اسمو إيرون روستي متانيا كوني هولغوم باسمو بخريستوس بنوتي امين اس اشوبي. ايها المسيح الهنا يا ملك السلام اعطنا سلامك قر لنا سلامك وقنا خطايانا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون مع جميعكم.